بعد تأكيد النائبة بالمجلس التأسيسي أمينة زغلامي أن السبب الرئيسي لعدم تمرير قانون العدالة الانتقالية على أنظار الجلسة العامة يكمن بالأساس في تزامنه مع النقاش العام للدستور، بالإضافة لإحالة جملة أخرى من القوانين. هذا وقد تم عقد لجنة التشريع العام لمناقشة قانون العدالة الانتقالية، والذي تم اعتباره مسألة حياة أو موت، وله استعجال كبير نظرا لما يحصل في البلاد. وقد شددوا في هذه الجلسة على ضرورة الانتهاء منه بصفة سريعة. اليوم نحاول إن شاء الله نقدم خطوة إيجابية للقدام، باعتبار أن اليوم نحاول نفصل في المقترحات الموجودة واللي كنا اقترحناها في الجلسات السابقة. والله لجنة التشريع العام واصلت اليوم النظر في قانون العدالة الانتقالية بعد ما استكملت النقاش حول هذا القانون. اليوم دخلنا في النظر في المسائل اللي وقع عليها خلاف باش نفصلوا فيها واحدة بواحدة. وفي نفس إطار قانون العدالة الانتقالية وقع إعادة النظر في بعض الفصول والتمحيص فيها وفي ترتيبها نظرا لوجود بعض الإشكاليات. يعني كان باش نعتمدوا المراحل التاريخية يولي الفصل الأول سابق للفصل الثاني والثالث والرابع. يولي السادس هو الثاني والثاني هو الثالث. أما بعض الصياغات اللي اعتمدنا فيها الصياغة التنسيقية، فقط كان ممكن واحد يتبع معايا الصياغة الثانية هي نفسها ولا لا؟ أعتقد أنه أغلب النقاط الخلافية وقع توافق حولها بالحوار وبالنقاش، وإن شاء الله نأمل من هنا آخر الأسبوع يتم الانتهاء من هذا القانون وإحالته على الجلسة العامة للمجلس. وفي هذه اللجنة تم التطرق إلى ما حصل بالقصبة من اعتداء على الموجودين في اعتصام الصمود بما فيهم من صحفيين، محملين بذلك المسؤولية لرئيس الحكومة علي العريض، إلى جانب الاعتراض على إطلاق سراح أزلام النظام السابق. ليس الاستياء فقط، هذا الاستياء والتمديد والتفكير هذه كلها. أنا اليوم نحب نحمل المسؤولية للحكومة مباشرة ولسيد رئيس الحكومة على الشيء اللي صار البارح في القصبة. وقع فضل اعتصام صمود، اعتصام صمود، اعتصام وتفكير العفو العام بالقوة العامة. وقع سبهم وشتمهم بدون سبب إنذار. وقعت لهم يعني وقع انذارهم كم من مرة، مش نسمي كم من مرة انذارات شتوية، لكن البارح ما وقعش انذار. جواب قالوا بعد ساعة مش يقع يعني فضل الاعتصام، برغم أنه هما كانوا في اللمسات الأخيرة لفض هذا الاعتصام والإعلان عن جمعية هي عبارة عن مؤسسة سيفهم عليها اسم مؤسسة الصمود. ورانا بين أنا وقلت ماشي ساكتة كرئيس لجنة، واكيد زملائي داخل اللجنه يوافقوني، وانا نحب نسال سؤال كبير على ديما اعتصامات جرح الثوره واعتصامات متفاهم العام العام هما اللي يكون فيهم الضغط يكون فيهم الطراي. علاش مش اعتصامات اخرى وقفت البلاد وهدت البلاد والعباد وقفت مؤسسات؟ انا صار هذه راني بالمنصار باي اعتصام والحكومه هذه مش باهي مش تعمل معاك. هكذا يتواصل عمل اللجان للنظر في القوانين وما يوجد فيها من نقص للتمكن في الأخير من الخروج بقوانين ذي قيمة وذي تمحيص كبير.